خلونا نبدأ الأخبار اللي معانا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي. كمان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية تكريما لهم. امبارح أيضا سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة. رئيس الوزراء قال إن الدولة استطاعت إنها تحل مشكلة الإسكان لحوالي 7 مليون مواطن مصري. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية تكريما لهم. وفي كلمة له رحب الرئيس السيسي باللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية معربا عن سعادته بلقائهم وقال: ألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه. وقال أيضاً الرئيس: أنتم فرحتوا كل الناس وكل المصريين اللي شافوا النتائج اللي أنتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها في باريس بيكم برضو إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم. امبارح سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات سكنيه ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بمدينه حدائق العاصمه وشاهد فيلم تسجيلي عن مشروعات الاسكان اللي تم تنفيذها. وقال رئيس الوزراء انه بانشاء الدوله 1,500,000 وحده سكنيه منذ عام 2014 وحتى الان تم حل مشكله اسكان لمن 6 ل7 مليون مواطن مصري. أيضاً ترأس امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكان الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية اللي تمت الموافقة عليها مؤخراً للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها وبتتطلب العرض على مجلس الوزراء هيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وده بدلاً من يوم الثلاث الموافق 23 يوليو 2024 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. امبارح تم عقد آخر اجتماعات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، وده بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، واللي بيأتي في إطار اللقاءات الميدانية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي خريجي العام الدراسي 2022-2023 2023-2024، وده بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلال.